السلام عليكم أحبائي، بما أنه العيد قرب اليوم معانا وصفة الكحك، كحك العيد. كل سنة وأنتم بخير، إن شاء الله بتنعاد علينا وعليكم وعلى الجميع بخير وباليمن وبالبركات. اليوم هيدي الوصفة كتير رح تعجبكم، بتمنى منكم تجربوها. معانا 3 كبايات ونص طحين، محتاجين لهم 1.25 كباية سمنة، معانا 1/4 كباية مي دافية، 1/2 كباية سمسم محمص، ملعقة محلب، ملعقة ريحة الكحك، ومعانا 1/4 كباية حليب، ومحتاجين ملعقة خميرة، وأنا حطيت فوق الطحين 1/4 ملعقة صغيرة ملح. أول شي شو بنعمل؟ بناخد المي الدافية وبنحط فوق منها ملعقة سكر مثل ما شايفين، وملعقة خميرة عشان تصيروا ملعقة كبيرة، وبنحركهم كتير منيح. وبنحطهم على جنب لحد ما نخلص نحنا شو نبس الدقيق الطحين رح نحطهم على جنب. تمام، هلا بنبلش. بسم الله، اول شي رح احط ريحة الكحك مع المحلب مع الطحين اللي كنت حاطه فوق منه، مثل ما قلنا ملعقة ملح صغيرة خالص، يعني رشة ملح، رشة بس. ورح احط فوق منهم ملعقة سكر صغيرة مثل ما شايفين، فإذا أحبائي بعد ما حطيت المواد الجافة مع بعض رح أخلطهم هيك. بهيدا الوقت أنا حطيت 1 كباية سمنة على النار عشان تقدح مثل ما شايفين السمنة، وأرجع نزل فيهم السمسم مثل ما شايفين السمسم رح يغلي شوي بقلب السمنات مثل ما شايفين السمنة عم تغلي بالطحين. ببلش هلا احرقهم بالملعقة، اوعى حدا يحط ايده فيهم هن وعم يغلوا هيك رح تحترقوا. بتمنى ما حدا يجرب يحط ايده لانه بتكون بعدها كتير سخنة. مثل ما شايفين السمنة عم تغلي، انا بضلني اشتغل بالملعقة لحتى تخف سخونيتهم، ببلش اشتغل بايدي. سخنين لدرجة مش قادرة احط ايدي عليهم، فاذا نكمل شوي بالملعقة. طبعا احبائي نحن مستمرين بالبس، بعدنا عم نبس الطحين بالسمنة اللي كنا قادحينها على النار. بنضلنا نبس فيه هيك لحد ما نحس انه العجينة بلشت تلم على بعضها، كأني عم بعجنها مش كأني عم بسها. احبائي انا هلأ عندي الخميرة هون مثل ما شايفين بلشت تفور فارت، رح حطهم نحط الحليب 1/4 كباية حليب، بس ما بنحطها كلها بالاول مع بعض، بنحط شوي وبنعجن. بنرجع بنحط 1/4 الباقي مثل ما نحن شايفين.
انه العجينه كلها تنضم على بعض مثل ما نحن شايفين. فإذا أحبائي رح نبلش نكور الكعكات بعد ما جهزناهم مثل ما قلنا، مش رح نخليهم يخمروا إلا بعد ما نخلصهم. هيدي معانا أنا هون مجهزة عجوة عملتها بملعقة سمنة وحطيت لها سمسم وجوز ودعكتهم مع بعض وبعدين عملتهم هيك طبقة صغار. وهون نفس الشي معانا راحة اللي هي الملبن، حطيت بقلبها ملعقة سمنة صغيرة وحطيت معاها جوز ونفس الشي لفيتهم مع بعض وعملتهم طبقات صغار. هلأ نحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخد حبة مثل ما احنا شايفين، نقفل عليها هيك ونحطها. نفس الشي بناخد وحدة تانية. بالأول نعملها هيك ومنقفل عليها. مثل ما نحنا شايفين بنحطهم بعاد عن بعض. أنا طبعا مجهزة الصينية نعمل بالملبن، وهي معانا بالملبن. ناخد وحدة ملبن اللي انا عملتهم مع الجوز وملعقة سمنة، دعكتهم مع بعض منيح، وبعدين شو بلفهم هيك حطه. طبعا احنا بنعمل الحجم قد ما احنا يعني بنحب. اذا بنحب الحجم صغير بنعملها صغير، بس بنصغر الحشوات اللي جوا. يعني اذا هي الاقراص صغيرة بنصغر الحشوات. انا هعمل شوي صغار وشوي كبار. فإذا أعزائي أنا خلصتهم كلهم. فإذا أعزائي أنا خلصتهم كلهم. حتى ميز اللي محشيين غير عن السادة، خليت السادة حجمهم صغير واللي محشية كبرت حجمها شوي. راح جيب البصامة راح ابصم عليهم. هلا اذا انتم بتحبوا تحطوهم بقالب، بتحبوا تحطوهم باي شيء، ما في اي مشكلة. اللي انتم بتحبوا تعملوه اعملوه. انا راح اعملهم هيك. طبعا احنا مخليهم عاليين شوي كرمال لما نبصمون هيك ما تنزل معانا الكعكة كتير. احنا هلا خلصناهم. رح اجيب فوطة مثل ما نحنا شايفين ورح اغطيهم بالفوطة هيك واتركهم لمدة ساعة. بعد ساعة بنفوتهم على الفرن. بعد ساعة برجع لكم تنشوف شو بدنا نعمل فيهم. فإذا احبائي مرق ساعة عليهم. بنطلع بالكعكات لما بنلاقيها ناشفة هيك مثل ما شايفين، بتكون خلص هلا هيك تمام. رح نفوتهم على الفرن على درجة حرارة 180 وبنستناهم لحتى تستوي. ما لهم وقت محدد، يعني هن بين ال 20-25 دقيقة، بس احنا بعد ال 20 دقيقة بنبلش نطلع عليهم بنحمرهم. بس نلاقيهم استووا من تحت بنضوي عليهم الفرن من فوق. بنحط الرف بنص الفرن مش تحت ابدا. بشوفكم لما يخلصوا. حبائي وهيدا كحك العيد
مثل ما شايفينه كتير هش كتير لذيذ. رح نفتح واحدة لنشوفها من جوا كيف. شفتوا كيف فرو اللي بإيدي؟ شفتوا كيف؟ شفتوا شكلها من جوا؟ شفتوها من جوا قدي هشة وقدي طرية؟ شوفوا قدي مستوية مبينة على الكاميرا، كتير مستوية من جوا، كتير الحشوة اللي ما نشفت فيها مثل ما شايفين، مثل ما حطيناها مثل ما مشيلها. والبسكوتي تاعونا فعلا هالشي، بتمنى منكم انه تجربوها، عن جد عن جد رائعة، كتير رح تعجبكم. بتمنى تعملوا لي سبسكرايب شير لايك ومع كل الهنا، والسلام عليكم.